اهلا ومرحبا بكم اعزائنا المشاهدين في الحلقه الخامسه من برنامج كنز في الشارقه. في الحلقه الرابعه شو صار في الحلقه الرابعه؟ فاز فارس. في الحلقه الخامسه ياسر بيفوز. كمل. لا كمل انت، بدأ لك عارف السيناريو كمل. طبعا في الحلقه الثالثه يا فارس فزت عليك 4-0. في الحلقه الاولى فايز عليك انا بعد، كل شوي بتذكر. نحن متفقين نقدم الحلقه السابقه فقط اللي هي الرابعه اللي انت خسران فيها 4. شوف الحين 2-2 4 صح؟ كم؟ 4 كم؟ 2-2 متعادلين. كم؟ متعادلين. انت اللي بتخسر. متعادلين. دقيقه، في واحد من الفرق يتكلم يقول انا اللي بخسر. ما يستوي، لازم نوقف وياه. شباب يرضيكم؟ لا ما عليك، كمل. زين احنا متعادلين يا فارس 2-2، انت فزت حلقتين وانا فزت حلقتين. الحلقه هاي صدقني هاي الحلقه ان شاء الله هي الحلقه الفاصله. ان شاء الله الفاصله. في النهايه انا افوز عليك. نشوف ميدان يا حميد. طبعا فاز فريقك هيئه الطرق المواصلات على فريقي من مؤسسه القران الكريم والسنه النبويه. سجل الاعتراف. ها سجل. عادي الامور طيبه، باقي الطريق طويل والبرنامج طويل. جميل. انا جاهز. إن شاء الله. انا جاهز ان شاء الله. مستعد. زين حياكم الله فريق بلديه مدينه الشارقه، وحياكم الله فريق هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون، شرفتونا، حياكم الله يا شباب. الله يحييك، وان شاء الله راح نكون منافس بشكل كبير لبلديه مدينه. انا اشوف الحماس ما شاء الله واضح عليكم. ان شاء الله باذن الله. الله يعطيكم العافيه. يمكن والله انا ما احس متحمس، احس راقد الا شوي. انا قلت لك هذا الهدوء ما قبل العاصفه، نفس ما هم قالوا الميدان يا حميدان، وراح نثبت ان شاء الله. سمعني الميدان يا حميدان؟ ميدان يا حميدان. ما عندنا كله بالافعال. ما بيقصر باذن الله ان شاء الله. على طار المنتزه، نحن في كل حلقه نزور معلم من معالم اماره الشارقه. نعم. نحن وين يا فارس؟ نحن في حدائق المنتزه اللي كانت تسمى سابقا بمنتزه الشارقه. خلونا نروح نشوف هذا التقرير. تقرير عن حدائق المنتزه ونرجع لكم. حدائق المنتزه معلم وواجهة ترفيهية قديمة متجددة، وهي الحديقة المائية العائلية الأولى في الشارقة. تنقسم الحديقة إلى جزئين: مملكة اللؤلؤ المتخصصة بالألعاب المائية، وجزيرة الأساطير لألعاب المغامرات. توفر الحديقة المائية خيارات ترفيهية وألعاب ركوب متنوعة تضمن المرح والمتعة لكافة الأعمار. أما في جزيرة الأساطير فهناك ألعاب تحبس الأنفاس كالمشي بين الأشجار المرتفعة وألعاب الأطفال المتنوعة، بالإضافة إلى عين الشارقة التي تطل على الجانب الآخر من بحيرة خالد. ورجعنا لكم من بعد هذا التقرير عن حدائق المنتزه. مثل ما شفتوا المكان جميل جدا، وفي العاب حماسيه بيخسر فيها اخوي ياسر وفريقه. شو اول لعبه تبغى تلعبها؟ يعني بما ان انت تشيتي بتخسر، شو اختارت اللعبه نجاح؟ اللعبه اللي بنلعبها اول لعبه بصراحه يعني ها مرة أنت تفوز فيها، مرة أنا أفوز فيها. حلو. شو اللعبة؟ ما عرفنالها، اللي هي الكرات الملونة لو تتذكرها يعني. لعبة البساط والكرات الملونة. البساط عبارة عن بساط أسود في مجموعة فتحات. أحسك تعبان على كلمة بساط، يعني هي قطعة قماشية يا شباب. لا يعني شوية عشان فريقك يفهم، ترى صح أنكم تخسرون بس اخسروا وأنتم فاهمين. منو يخسر؟ فريقك. لا تخليني أخليهم يلعبون بدون ما أشرح لهم اللعبة ويفوزون عليك. بدون بساط. بدون بساط. بدون أنا بدخل الكرات في طبعا نقطة الكرات، لازم كل كرة تدخل في المكان المخصص لها، يعني الأحمر في الأحمر، أخضر في الأخضر، إذا دخلت في الكرة في مكان غلط، رد الكرات كلها مرة ثانية فوق القطعة القماشية يا فارس. القطعة القماشية؟ نعم. خلاص نحن خلونا نروح للعبة القطعة القماشية اللي إن شاء الله بنقمشها فوقك وبنشوف من الفايز. خلونا نروح. هاي أول مشاركة لنا في هاي اللعبة إن شاء الله، والشباب داخلين بقوة والفوز بإذن الله أكيد. توقعاتي للجولة الأولى أني ولا بعد الفوز إن شاء الله بصرح لكم بالفوز يعني العظيم إن شاء الله. طبعًا زميلي فارس فكر إنه يقول بفوز وما أعرف شو، بعدين فكر فيها قال وإذا خسرت، فخاف إنه يصرح بالفوز. لكن أنا أقول لك يا فارس أنا بفوز في هذه الجولة وبتشوف. طبعا لا يوجد فرق بيننا وبين اخواننا في بلديه مدينه الشارقه، لكن هذا لا يعني ان نحن راح نكون منافس سهل، لا بالعكس راح نكون منافس صعب وخصم عريض لهم، وان شاء الله الفوز من نصيبنا باذن الله. وصلنا للعبه يا شباب، جاهزين؟
ترى مجرد ما احط الكور في على البساط على قولت فارس شكله بينبسط اليوم فارس. مجرد ما تنزل الكور الوقت يبدا ان شاء الله. تمام؟ وان شاء الله تخلصونها باسرع وقت. يلا واحد اثنين ثلاثة. اول خل ازرق الاخضر 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 عندك عندك حمد 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 حمد. السلام عليكم شباب. السلام عليكم. بس وقفوا الامور طيبة. الامور طيبة. ارفعوا مصابكم ارفعوا مصابكم ارفعوا مصابكم شباب ارفعوا ارفعوا حمد ارفع حمد ارفع حمد ارفع لا لا ارفع ارفع مصابك ارفع 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 الاحمر عندك. ضيع فريقك حبيبي. وين فريقك؟ خليك عند فريقك. دخل دخل واحدة ثانية في اللون الاحمر. وقت الوقت دخل واحدة ثانية الكل يرجع ثانية. وين؟ خضرة ترجع بعد. ايه ما يصير. يلا 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 محمد ارفع مصابك محمد ارفع مصابك محمد ارفع مصابك. زرقة زرقة اصبر اصبر زرقة. انا ما سلمت. حلو حلو حلو. ما سلمت عليك. هذا انا لعبوا ما عليكم منك. تعال عند الاحمر. تعال تعال احمر. تعال 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 خليني ارفع مصابك. لا لا تعال تعال شوي بس شوي بس شوي بس خلاص. تعال تعال لونها وردي الوردية الوردية. لا 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 ايوه الخضرة. كل شيء يرجع كل شيء يرجع بسرعة يا شباب. كل شيء يرجع. وين؟ محمد غلام ارفع. محمد غلام رفعت انا والله. شباب كل شيء يرجع لو سمحت. في واحدة خضراء وينها؟ حطها حطها حطها. في كرة خضراء وينها؟ اوه هاي الخضراء. يلا صوبك صوبك حمد صوبك 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 خضراء. ارفع فوق شوي. ليش منزل؟ اوكي الزرقاء نزلت. اوه والخضراء في باقي بعد واحدة خضراء. وين؟ بيدي. اوه خضراء تستاهل. نزلت الخضراء. شباب نزل الكور مرة ثانية. الكور كلهم كلهم لو سمحتوا. يلا حط اخر دقيقتين اخر دقيقتين. يلا يلا نزل. يلا يلا خلاص. يلا 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 في بعد كور. وين؟ لا لا حط خلاص نزل. لا 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 نزلت. لا لا نزل. لازم كل. لا لا ما يصير ما يصير. لا 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 كنت امسكهم بيدك. يلا احنا صابك احنا صابك. نزلوا من هناك ترى. نزلوا من الازرق. لا لا نزلوا من الازرق. لحظه لحظه لحظه. حاسب حاسب حاسب. خضره 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 صابك. حمد نزل. يا عم ما تبغى حمد ارفع صابك. طب الخضره الحين الزرقة ما تبغى خذوهم هدية. خلا خلا انت لابس ازرق. صح صح ركز وايد زين وايد زين. نزل 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 معاكم ولا تزعلون. بس الحين ترى غلط. نهدى 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 فارس. نزل 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 نهدى. اوكي اوكي مبروك يعني مبروك. هاي جاهزين شباب؟ يلا جاهزين جاهزين. كل كور مرتبة. يلا ظالم عشان لا احد يزعل والفريق الثاني لا يزعل. تمام جاهزين؟ فايزين فايزين. يلا يبدا الوقت ان شاء الله. السلام عليكم. سلام حياك الله. تعال 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 حياك الله. دقيقة نزل الحمرة تي هنا. ايوه الزرقاء الزرقاء. ارفع ارفع من فوق. ايوه الزرقاء الزرقاء الزرقاء. لا لا على الزرقاء الزرقاء. ايوه بس بس اوكي والله صح. الزرقاء الزرقاء الزرقاء. اه كلهم كلهم هاي تمر طار من عندكم. طاحوا من الحفرة ترى. لا 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 على راحتكم. على راحتكم. شد 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 حرام. ما راحتكم. شدوا شدوا ودوا ايوه ودوا 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 الزرقاء ودوا الزرقاء ودوا الزرقاء. عباد 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 شد 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 شد. بس بس شد. ايوه بس غلط 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 دخل غلط دخل غلط يلا حلو حلو حلو. ايوه 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 الحمراء. ايه 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 يلا حلوين شوف معكم وقت خذوا راحتكم. لا تستعجلوا ابدا ابدا لا تستعجلوا يا اخوان. ايوه 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 بس 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 لا تلمس لا تلمس. سير سير خضره 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 خضره. عايزين بتوتر. ممكن تنزل ممكن تنزل عادي على راحتك. انزل خذ راحتك مره. الحمراء الحمراء تعرفوا انت تدخل بيدك. حمراء نزل نزل. انا بساعدكم بساعدكم. والله اللعبة الأولى كانت حلوة بس الهواء خرب علينا وما قدرنا يعني نسيطر على الكور. كانت شوي كان فيها صعوبة شوي بس الحمد لله. احنا لعبنا لعبة قوية منافسة قوية
بس الاخ ياسر كان يشوت الكور من تحت الاسمار. يقولون انا اخرب وما شافه فارس. فارس اول ما بدينا اللعب حب يسلم على الشباب، يعني رغم انه سلم عليهم الصبح بس لا لازم يسلم عليهم مره ثانيه. غريب. لا تظلمني، انا ترى ما سلمت عليهم الصبح، قلت اكد السلام سلام لله واخر حسنات يا اخي. سلم بعد اللعبه لو سمحت. بس ما علي انا براح. مثل ما فزنا في الجوله الاولى بنفوز في الجوله الثانيه والثالثه بناخذ البطوله ورايحين. في كثير من الاحيان خساره معركه تعلمك كيف تفوز في الحرب. شو رايكم شباب؟ اكيد اكيد. درر مبروك شباب، مبروك مبروك خساره المعركه وخساره الحرب بعد. لا 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 هذه معركه فقط. شوف المعركه في الحرب. شوف المعركه شو تجيب لك. شوف المعركه بطاقه وفيها نجوم خذوها. كيف تفوز في الحرب يا حرب؟ نفوز الحين عندنا محاربين شجعان. انت فارس انت هاي. فارس ما عندك خيل، تبغى تفوز في الحرب كيف؟ هذه شوف هذه العاب بس شيء مال قماش ما ادري شو. نحن نبغى العاب بدنيه، بتشوف الحين ايش بنسوي. جهز نفسك للفقره الحزينه اللي بتكون عندك بعد شوي. انا عندي فقره سعيده، راح احتفل مع فريقي. مبروك يا شباب تستاهلون. صح شباب تقدر تشوفه يا ما خذنا من هواي. القي نظره بس، نحن نعطيكم اياه عشان نحس بطعم الفوز بعدين، فهمت؟ يعني اذا ما خسرت ما تحس بطعم، حس بطعم استبعاد. لا دقيقه خذ راحتك، عيش المشهد الحزين شباب، تاملوا الحزن. طيب لحن، شغل لك لحن حزين. اعطني لحن حزين يا مخرج. أضحاتي مجيد. مجيد بالله صفقة لمجيد. مع الكلام خطير والله، كايل عامل قلب وروح. يعطيك العافية مجيد، سلم على اخوانك يا ربي. توفيق ان شاء الله. شد حيلكم. صفقة حقيقية. الاختيار كان من بين الجميع، فأنا اللي طلعت احسن، قلت انا بطلع مترخص معكم احسن علي. يلا للاسف احنا خسرنا، بس ان شاء الله الشباب بيعوضون وقدها ان شاء الله. فارس تراني فزت عليك في اللعبه الاولى. حلو. وانت تلعب باربع لاعبين. حلو. فالله الله في اللعبه الثانيه. اللي هي اللعبه حاول تخسر يعني. بسرعه اللي هي توني اقول لك، معركه واحده فقط، عندنا حرب كامله. زين شوف الحين عندنا لعبه جديده. تعرف حقل الالغام؟ انا اعرف حقل النفط، انا ما اعرف حقل الالغام. يعني انت مو بنت، فريقك واحد من فريقك بيمشي في الحقل، اذا لمس الكوب تنحسب عليه نقطه بس بالسالب، ما بيفوز يعني بيخسر كوب. نقطه كوب. شو كوب ها كوب بيكون موجود. حلو جميل. فانت يعني المفروض فريقك يعني اذا ما لمس ما بيخسر، يعني بيخسر ترى نفس الشيء. والله شوف فريقي يعني ما شاء الله عندهم خبره في هالمجال. بس انت نسيت ان تقول لهم انه بيكون معصوب العينين. فهذه اللعبة عندك أي سؤال؟ فريقك عنده أي سؤال؟ شوف أنا فريقي فاهم ما شاء الله. جاهزين هالمرة بنفوز. ما أبغى كل شوي يقول بفوز ومتفائل بالخير وبعدين. شباب اللي بيلعب منكم أي كوب يشوفه يلمسه، المسوه إذا لمست الكوب وايد زين. حلو. حق الصحة وايد زين. حلو. يعني ما شاء الله تبارك الرحمن بتكونوا يعني إن شاء الله. الله يزيك. الله يقويكم. آمين. الله يعطيك العافية. زين أنتوا لا تلمسوا ولا كوب يا شباب. دخيلكم. لا الدرجة مزعلنا. أقول والله أنتوا اللي مزعلتوني الحين يوم خسرتوني. برضيك برضيك. كم شباب يلا اللعبة الثانية. اللعبة الثانية يلا. وصلنا للعبة الثانية، وأحب أذكر اللعيبة أن 1-0 1-0 1-0 صفر. لا توجد أي مشاكل. المهم شباب لازم وانت ياس تمشي تدوس على كل الأكواب. اللي يدوس على كل الأكواب أسرع هو الفايز. خلاص هذا الموضوع أقول حق فريقك. صحيح. حاول تشوف خطوة سريعة وتمشي بسرعة. تمام. طبعا إن شاء الله بنبدأ. اللي يدوس على. بس في سؤال مهم، شو الأهم، الوقت ولا الأكواب؟ لا الأكواب، أنك ما تدوس ولا على أي كوب. وفي حال تعادل الأكواب نحتكم للوقت. نحتكم للوقت. حلوين حلوين. ولا كوب يا اخوان. انتوا كل خذ ورا اكوابكم، خذ راحتكم. جاهزين شباب؟ جاهزين ان شاء الله. اصبع عينيك. اعصب. عصبتهم. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. جاهزين. نعم. 1-2-3 دخل خطوه قصيره. تعال وقف. ايوه تعال خذ ارفع لي لك. ايوه تعال ارفع خطوه ثانيه. ارفع خطوه وقف. لحظه انت دقيت. لحظه ادخل ارفع ثانيه. ارفع ايوه ارفع. لا تحطه سيدي. ارفع ومداس الكوب. اخذ راحتك عادي خلاص. ارفع الثانيه. لا تحط لا تحط. ايوه ارفع يسار. ارفع حطه يسار. لف يسار. ارفع ايوه ارفع. الجدم خطوه. ارفع فوق. الجدم ارفع فوق. ارفع خطوه. لف يسار. ايوه الجدم. خذ يسار شويه. لا
ارفع لي لك ارفع يسار شوي بعد يمين بس وقف يسار شوي ايوه خطوه فوق لا خطوه فوق ايوه تا. اوكي اوكي كمل ايوه خطوه بعد خطوه فوق 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 حط لحظه 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 ترمى ترمى لا تخلي فوق يلا روح روح خلاص اطلع سيده 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 عبد الله سيده بعد سيده 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 عبد الله وقف وقف دقيقه روح لهنا وقف خط شوف شوي يمين شوي بس ايوه سيده سيده ناس ما انت صح 100% صح صح وقف يسار 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 سيده 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 يمين شوي يمين يمين سيده قدام بس وقف يسار يسار قدام سيده شوي بس وقف نقزرك عبد الله اقوى ما عندك اقوى ما عندك لا تحرك لا تحرك اقوى ما عندك يلا روح 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 فيها روح لا تحاتي عاقين اثنين عاقين اثنين عبد الله شوي تعالي شوي انت ما تتكلم هو بس تكلم راشد افتح ريلك شوي اليمين اليمين افتحها ايوه على راحتك الحين يلا بس على راحتك روح وين زقزاق ممكن اختيارنا للخطه من الاساس كان خطا فهذا سبب الخساره بالتاكيد يعني وهم كسبوا بجداره بخطه ممتازه واستحقوها بالفعل اعترف فيها وان شاء الله القادم افضل لحد الان نحن متعادلين والقادم افضل باذن الله اول شيء الحمد لله عوضنا الخساره اللعبه الاولى باللعبه الثانيه الحمد لله فزنا طبعا قبل ما ندخل اللعبه هاي طبعا معروف ان لازم تغض بصرك وتدخل اللعبه بدون ما يعني تعقل الاكواب طبعا بقياده القائد راشد زرعوني تعليماته الحمد لله وصلنا بدون ما نعق اي كوب يعني هلا كان هو في استعجال من الفريق كامل من توجيهاتنا للاعب ممكن هو توتر شوي كان حابب يخلص اللعبه بسرعه بس هذا الشيء كان الاستعجال منه هو اللي خرب علينا الفوز يعني وخلانا ما ناخذ النقطه الثانيه والله نحن هني بدا الجد بالنسبه لي لان نحن في البدايه كنا نسخن يعني نلعب على نار هاديه مثل ما يقولون لعبت ياسر خليته يفوز اول جوله اعطيته لقدام شوي وبعدين لحقته والحين اللعبه الثالثه رياضيه وتحتاج لياقه بدنيه وعندي واحد بخليه مفاجاه لكم الحين بتشوفوا بصراحه اهنيهم على الفوز واهديهم هذا الفوز الفريق الثاني كان منظم وفكر يعني ما اخذ القوانين وخلاص لا فكروا هذا عكس اللي صار في فريقنا فحظ اوفر لفريقي انا ما كان ودي اقول هالكلام بس يستاهلون والله طبعا بعد هذه الخساره اللي وصل لها اخوي انا ما وصلت مكاني مو انت اخوي انا وقفت مكاني انت اللي وصلت لي وتعادلت لا 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 انت واحد انت طبعا عشان توصل لهناك كسرت كم كوب طيحت كم كوب وكسرت في كوب مسكين والله دعسته عليه ليش والله حرام تفضل خذ هذه هديه من اخوك انا بحطه مكان هذاك الكوب ينكسر ليش يتكسرون انا حبيت طريقه لعبكم بس لا اكثر يعني مستانس على التعادل الحين انت لا مو بس ما فوز هذا تعادل لا لا انا فايز باللعبه كلها فايز فيها انت فايز بالاياب الله يحفظك قال لي لو سمحت استبعد واحد من فريقك والله أنا الحمد لله انا ما خلال ما انت تستبعد انا بسلم بطاقتي لي يلا يلا بسرعه بسرعه استبعد لا تبغى نجتمع نحن انا 30 ثانيه خذ راحتكم يلا اجتماع يعني عضو نص ساعه عضو نص ساعه مو مستعجل هاي البطاقه هديه الله ملك الحمد هذا من فضلك تسلم جود 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 الله تستاهل اصب لك ماي شيء لا سمح الله عطشان شيء والله تمام والله عادي ماي ببلاش احس اني سويت شيء دقيقه عندنا قرار مهم قرار مهم لو سمحتوا هدوء عندنا قرار حزين شوي اوكي تفضل للاسف ما كنا نبغى نوصل لهالمرحله لكن قوانين اللعبه فاتفقنا انه يكون ان شاء الله زميلنا همام يستاهل همام تحيه يستاهل لو سمحتوا شباب الله يحفظكم بس ممكن تصفقون حق البطاقه اللي اخذناها لا لا ما يحتاج صفقه 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 شباب صفقه طبعا ولا تزعلون عيال انت بتصفق وايد يا فارس انت فريقك وايد بتصفقون البطاقات بتصفقون لنا وايد صفق حق نفسي يعني لو محتاج بعدين الكوب اللي اعطيتني اياه احتاج اجمع فيه بطاقات عرفت خلنا نروح اللعبه الثانيه هلا قررت انا اطلع لانه حسيت انه الشباب راح يكونوا قد وقدود وممكن لانه عندهم لياقه بدنيه اعلى مني فلذلك قررت اني اطلع من اللعبه الحمد لله اول شيء المعنويات ما نزلت من التحدي الاول اللي خسرناه وعوضناه في التحدي الثاني وان شاء الله التحدي الثالث فايزين باذن الله اكيد وصلنا للجوله الاجمل والمسابقه الاقوى
الأقوى. والأقوى والبقاء للأقوى. إن شاء الله. إحنا متعادلين الحين جولة بجولة وأربع لاعبين بأربع لاعبين. جميل. الحين أنت بتسون يعني أمورنا ثلاثة. أمورنا طيبة. بتسون ثلاثة إن شاء الله. حتى أنا متحمس من كثر ما تحمس لبست أبغى أنزل وياهم بعد. أنا مستغرب بصراحة، أنا متحمس يا يابا أفوز اليوم. ليش لابس؟ أنا بفهم ليش لابس، يعني هم بيتسابقون، أنت شو دورك؟ عشان إذا واحد من عندكم كان سريع أمسكه. أنت بتفوز عليه ها؟ إي أمسكه أنا. طبعاً هذه معدات الأمن والسلامة، الشباب تدربوا عليها وأخذوا نبذة من معدين هذا المكان اللي قائمين على الأمن والسلامة. نحن حتى نتمنى سلامتكم، سلامتكم أهم شيء، تمام؟ أنا والله ودي ما أشرح اللعبة حتى، يعني المشاهدين بروحهم بيشوفون كمية الإثارة والحماس الموجودة في المكان. يستمتعون إن شاء الله. يعني. وننصحهم يزورونه، لا يفوتون المكان هذا، صح؟ أنت تزوره ولعب اللعبة، أنت بتلعب ويانا ما بتلعب ويانا؟ أنا ما بلعب وياك. ليش؟ إيه تراني أنا مدرب بس استمتع بالفوز يعني. استمتع بالخسارة، استمتع. خلي التدريب ينفع. خلي التدريب ينفعك ها. منو بيلعب من فريقنا القوي يا سلام، شوف 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 شخصية البطل، شوف ما شاء الله تبارك الرحمن. وينه؟ ما أشوف. شخصية البطل ما تشوفه؟ وين؟ ما أشوف. اوكي مشكلتك والله. من بيلعب من عندنا؟ لا لا هو بطل بطل، انا ما اقدر اقوله، لكن انت نحن عندنا القائد نفسه هو اللي بيلعب. شوف الحماس لوين، القائد هو اللي بيمسك الجوله كلها. بس مو بشرط ترى، لا ترى عندنا القائد هو لاعب الالعاب القتاليه. تلعب العاب قتاليه قلت لي؟ اي نعم. شفت كيف؟ طيب بس هذه مو بلعبه قتاليه. اللعبه شو هاي؟ هذه فيها قدره على التحمل، فيها تحدي. الامور طيبه يا شباب، التعليمات عندكم واضحه، ما في اي سؤال. جاهزين؟ جاهزين. جاهزين؟ جاهزين. انا اهم شيء فريقي يكون جاهز. انا فريقي جاهز. التوفيق يا شباب. يلا خلونا ننتقل للعبه. بسم الله. اللعبه الثالثه بصراحه ودي انا العب، والله متحمس متحمس بشكل كبير، يعني اول مره نلعب بهالمكان، ف ان شاء الله فايزين ان شاء الله، هذا اهم شيء. النتيجه اهم من الاداء. احب اشكره طبعا لانه هو اللي فوزنا في اللعبه الثانيه، هو اللي كان المرشد الخفي، كان يقول لي خطوه قدما. ممتاز والله ممتاز. وحين هو اللي بيبدا، هذا هو اللي كان مختفي، يعني انا حاطنا للايام وللمهمات الصعبه. وحين بتشوفوا. تعال يلا تعال تعال. جاهز يا حمد؟ جاهز بطل. يلا عاليه. خلينا نبدا. خلينا نبدا. يلا بسم الله. يلا يلا حمد. يلا حمد. يلا حمد. يلا قبره قبره دي بروح. التايمينج عند منو؟ يلا يا حمد بدا الوقت. يلا اول شيء عندك. ايوه روح. يلا هد 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 الحديده. هد الحديده. روح هد الحديده. جيب التيو وياك. روح هد هد. اول ما توصل شوف اللوك. يلا يا حمد بطل. يا حمد حمد من صوب الثاني، مو صوب الثاني حمد. صح صح. كمل 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 كمل. روح روح روح. يلا يلا يا شباب. يلا اوكي 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 حمد اوكي. استرى خليك سريع. ودره ودره خلاص ودره. يود الطرفين الحبل. ايوه روح 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 روح. صح صح. روح. يلا يا حمد يلا يا حمد. روح يا حمد. زين زين زين. هاي ما يبان. ما يبان. وايد بس ودره ودره ودر الحبل. روح. يا سلام عليك. يا سلام عليك. يا سلام عراتك عراتك. يا سلام يا سلام. يلا يا حمد يلا يا حمد. اسرع يا حمد. يا سلام عليك. القفل يا سلام. القفل عليك. حمد القفل. شوف مكان القفل. شوف مكان القفل. نفس الشيء نفس الشيء. ثبت ثبت. روح حاسبني حاسبني. ما يبغى شيء ما يبغى شيء. ثبت الخشب. اوكي ثبت الخشب. ايوه روح. حاطريك بالنص بالنص بالنص. حاطريك. ايوه روح. اسرع اسرع. واحده يمين واحده يسار. خطوتين حمد خطوتين خطوتين بس. عراحتك عراحتك حمد. يلا يلا يا سلام. لا 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 روح روح. يا سلام عليك يا سلام. خليك من فارس. ما عليك من فارس. روح روح. عراحتك عراحتك. شوي شوي. شوف مكان القفل. لا 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 لا. ايوه روح. يا عيني عليك يا عيني عليك. بطل بطل بطل. روح روح. اوكي حمد اوكي. اسرع اسرع حمد اسرع اسرع. يا سلام عليك يا سلام عليك. اسرع اسرع اوكي. سير 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 سير. هني عراحة. حاسب حاسبني.
حاسب حاسب حمد هني حاسب قبض عدل قبض عدل يا ولد قبض عدل اوكي حاسب 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 ريلين اخر شيء ايوه صعب انت عدل صعب خلاص حمد روح يا سلام حمد الحين ركب ركب الثاني نزل الثاني نزل الثاني الثاني الزب لاين ركبه يا عيني عليك لا ما شو ما شو حط الحديدة فوق يا ولد الحمار روح هاي زين حاطري لك فوق يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على القفل القفل حط على طرف حط تحت يا سلام عليك حط الحديدة الثانية تحت حمد اقول لك ثبت الحديدة الثانية بتتوري هاي زين حلو زين 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 حلو 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 باقي لك 10 دقائق تصير الصوره اوكي سير الله عليك روح حاسب روح بطل روح يا بطل روح وحش حمد يا سلام عليك يا سلام تعال يلا اسرع شوي يلا قرد عديت الصعب ترك ما يبالي شيء يا سلام روح حاسب خطوه بخطوه روح ودر القفل روح وايد زين يا ولد جيب عندك قفل ثاني سريع بطل وايد عليك من روح حمد روح حمد منه اسرع ثابت روح سير يا سلام عليك يا سلام حمد فوق كنت بطيح شفت كيف روح عليك حمد اوكي روح ممتاز حمد ممتاز شوف القفل وتعال هصب ركب الحديدة الحين ركب الحديدة بعد القفلة الثانية تركب الحديدة ركب الحديدة روح حط القفل على الحديدة الحين روح يلا بابا حمد سير اسرع اوكي وايد زين حمد وايد زين كفو عليك ستوب يا سلام وين انزل بعد ما خلص من وين من انزل تحت يلا من صوب البرغي راس العود من صوب البرغي نزل دور الصوب الثاني من الصوب الثاني على راحتك انزل جري اوكي اطلع يلا يا شباب يا سلام يعطيك العافية حيو والحين فريق بيبدأ وإن شاء الله فان للفوز جاهزين شباب جاهزين تعال يلا يلا بسم الله يا رشود تعجبني سير صح رشود صح خلي الحبل سير زين رشود زين حاسب منك زين راشد زين علينا اسد رشود اسد روح ولد روح حلو رشود اوكي فوق ما عليك من الحبل فوق ولد زين رشود اسد رشود زين ولد عدل ايوه روح متقدم عليه وايد روح ولد زين راشد زين يلا تركيز ريل نفس الشيء ريل ورا وريل في النص اوكي رشود زين سير كمل روح اوكي وصاد زين رشود روح يلا
حلوة. زين 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 روح روح روح. تعال 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 زين زين. عادي مشي ما عليك ما عليك ما عليك ما عليك زين يا سيد رشود. سير سير. روح يلا 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 زين زين زين. لعبتك لعبتك روح 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 ولد مدري لك. زين 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 زين. زين زين رشيد تعال شو تسوي هني تعال شو تسوي؟ عادية 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 ما يبالي شيء. اوكي يا اسد. ايوه اسد رشود. ايوه ولد بدلها بدلها سريع 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 سريع. حط اللوك الثاني ها. يلا 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 يلا. ايوه 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 ايوه. اللوك الثاني. زين زين رشود زين. يلا رشود نزل نزل. فوقه 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 فوقه. روح ولد يلا رشود اسد. حاسب هني حاسب حاسب هني. ارفع رجلك ها ارفع رجلك ارفع رجلك. اسد رشود. بطل بطل بطل. ايوه ايوه. زين ولد زين 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 رشود. روح 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 روح. زين راشد زين راشد زين. هني ها هني ها. حاسب حاسب. روح روح. سهله سهله ما يباله ما يباله. روح اسد اسد اسد. زين راشد زين رشود. خفيفه 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 ما يباله. تعجبني. روح روح روح. زين رشود زين 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 رشود. ايوه حاسب 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 حاسب. يلا 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 بس زين 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 رشود زين. هني 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 هني. خلص خلاص خلاص ما تمشي ما تمشي. يلا رشود ما باقي شيء. يلا يلا يلا. روح ولد روح 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 روح. ايوه ايوه. اسد رشود اسد لعيب زين. ايوه خلاص خلاص. سهله 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 يجي سهله على راحتك. زين راشد. هي هاي هي هاي. خلي الكاب يولي ما عليك منه. هي هاي الاخيره ما عليك من شيء. روح 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 رشود. روح تعجبني. روح 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 ولد. روح روح. زين راشد زين زين زين. الاخيره هاي الاخيره هاي. يلا بس خلاص خلاص وصلت وصلت. اوكي رشود اوكي. تدي سريع تدي سريع. زين راشد زين 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 رشود زين زين زين. اسد رشود. دز عمرك اوكي. دز عمرك دز عمرك دز عمرك وياها. هي هي دز. هي روح روح. أيوة. روح روح روح. اوكي اسد رشود. روح 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 روح. هني رشود ها. تبديل هني ها. تبديل هني فوق فوق. تبديل 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 تبديل. سريع 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 سريع. نزل هذا اول شيء. يلا ولد يلا ولد يلا ولد. سهله سهله ما يبالي شيء رشود. ما يبالي شيء. راحت 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 راحت. ايزي 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 رشود. ايزي اوكي اوكي رشود. سريع شوي سريع. زين 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 رشود. زين ولد زين ولد. روح اسد روح. بطل خلص عليه. اسد رشود حبيبي. اسد اسد حبيبي. ونقول الحمد لله بفضل الله ثم بفضل اخونا راشد الله يحفظ القائد. كفو والله كفو يا اخي. اربع دقائق يستاهلون ما شاء الله تبارك الرحمن. يستاهلون. بس انا رايي فارس ان الفريقين حاولوا ما شاء الله. الفريقين حاولوا لكن طبعا بالنسبه للتجربه ترى اول مره. بس اول مره حتى اخوي اول. لا هو تعتبر يعني مو اول مره. اول مره هو اول مره بس شاف واحد قبله عرفت. ففي فرق. كان حمد هو المشارك من فريقنا وكان الاحتياطي طبعا محمد. لكن حمد استطاع انه يكمل اللعبه يمكن في وقت كان اكثر من فريق ما نقول منافس أصدقائنا اللي هم بلدية مدينة الشارقة. يمكن لنا دخلنا اللعبة في البداية فهذا كان أفضل لفريق بلدية مدينة الشارقة. شافوا كيف الوقت والمرة الثانية كانت أسهل لهم وما توفقنا في هذه اللعبة. راسي راسي دقيقة. في شيء في راسي. شو ياك؟ يستاهلون يستاهلون يستاهلون. البطاقة يا أخي البطاقة تستاهلها. تختين بعد. أوكي باقي جولة باقي جولة. نتعادل نروح جوكر أو مبروك الفوز عليك. تعادل مع نفسك انت الحين احلى من انك انت تعادلني. خلاص بنشوف 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 لو سمحت يعني لو سمحت. طبعا موضوع الاستبعاد هذا لابد منه. الاستبعاد فقره عليه. حمد بنفسه ضحى بنفسه. قال انا صراحه انت تشوف نفسك تبغى خساره. هاي مشكله والله. بس دقيقتين يا حمد افا دقيقتين والله. كم فرق راشد. كفو عليك كفو عليك كفو عليك. نفس قوي صلاح. يلا سلم على الشباب ونشوفك على خير دائما حبيبي. يعطيك العافيه ما قصر. يلا بالتوفيق.
وصلنا للجولة الأخيرة وهي جولة البحث عن الكلز، وأحب أذكركم أن فريق أخوي ياسر يلعب بثلاث لعيبة. خلينا نبحث عن الكنز. خلينا نبحث عن الكنز. شوفي بصراحة هذه الجولة مهمة، لكن يعني الحماس اللي كان في الجولة الماضية بصراحة يعني يميز هذه الحلقة، عرفت؟ لأن أول مرة نسوي لعبة مثل هذه. تعرف ليش مهمة؟ مهمة لك عشان تتعادل معي. بالنسبة لي أنا فايز فايز. خلنا نشرح لهم لعبة البحث عن الكنز. أيوه قول لهم. لا أنت قول لهم. لعبة البحث عن الكنز لعبة بسيطة، بنعطيكم هذا الظرف في سؤال أو مجموعة أسئلة حسب. تفتحون الظرف تجاوبون على السؤال، السؤال من تجاوبون عليه بنعطيكم ظرف ثاني، الظرف الثاني يوديكم لمكان ثاني وهكذا. ايه لمكان ثاني، المكان الثاني تاخذون الظرف ولا بتاخذون اللي موجود السؤال اللي هناك وتكونوا فايزين ان شاء الله. يعني هي ثلاث مراحل توصلكم للكنز في اخر الحلقه، محتاجينها عشان نتعادل. ها ما بيفوزون ان شاء الله. لا لا الشباب عندي جاهزين. هذا الظرف عندكم، اول ما نعطيكم اياه تفتحونه زين وتشوفون السؤال اللي داخل. واحد يلا اثنين ثلاثه يلا. حلو يلا اختار قوه. اختار قوه من هذه الاشكال اللي ينتمي للمجموعه. شو اللي ما ينتمي للمجموعه؟ مربع اكس مربع اكس مربع اكس مربع اكس مربع زائد واحد خمسه مربع زائد. ها خمسه خمسه. اوكي اوكي خمسة. شو مكتوب هنا؟ هذا الكوب في فرنسا وخمسه شو اللي تحمل هذا الرقم؟ جواب صحيح رقم خمسه. جواب واه اعطيني لعبتنا. واحد من هذول الاشكال لا ينتمي الى هذه المدينه. كوخ فرنسا. لا هذا اذهب عقب. شوف هذا مستطيل. اعتقد هذا. انا شوي مع واي. هذا؟ يلا 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 يلا. اذهب شوف مو سبرنت نعرف. يلا يلا اركضوا بس ما عليك. اي كوخ؟ كوخ فرنسا. كوخ فرنسا هذا الكوخ احسه. ها كوخ فرنسا هذا. كوخ فرنسا وين؟ اكو اربعة ناقص واحد. ثلاثة ناقص ابي تسعة ناقص ثمانية. ثمانية ناقص واحد. ايه تعال تعال اوكي اوكي ستة. اوكي طلعوا فوق طلعوا فوق. في شيء موجود فوق من هناك من هناك. ادخل ادخل من الحبل. كيف تطلع؟ بسرعة بسرعة بسرعة. ادخل اطلع فوق بسرعة. في شيء بتحصله ما اعرف شو. اطلع فوق شجرة. شوف شوف تعال عندهم ظرف هناك. شوف داخل في ظرف. في ظرف. اكو شو الظرف شو الظرف؟ افتحه بسرعة بسرعة افتحه و... بسرعة بسرعة بسرعة. لان هم حصلوا الظرف. كم كان عمر صلى الله عليه وسلم عندما تزوجه خديجة؟ جواب سيدلك على رقم ست. كم كان عمره؟ الجواب سيدلك على رقم ستين. كم كان؟ لا ستين؟ لا شو ستين؟ لا زين كم كان عمره تعرف؟ كم كان عمره؟ تليفونات؟ يا 25 أو 40 25 أو 40 شو شيء شيء 20 ثلاثة ثلاثة وقف معي فوق فوق ثمانية وين؟ هذه 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 هاي هاي سيفو سيفو هذه هذه اثنين 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 يلا 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 هذه 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 يلا 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 اطلع 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 عادي. كيف اطلع بدون ما يستوي ما يستوي حمص. صبر صبر اطلع اطلع طلع صبر صبر انزل 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 طلعها طلعها من تحت من تحت. روح 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 موجودة فوقي. ايبا ايبا فرح فرح يلا 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 فرح هاته بسرعة أربعين أربعين زين زين الجواب سيترك على الرقم الخزنة. أربعين 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 تري تري هاي شو شو هذا أربعين هذا هذا خمسة خمسة شو مكتوبه؟ ابحث عن المفتاح ولا وين وين المفتاح؟ المفتاح البالونات شوف في بالون ها
في شيء. شي. في البالون ما في مفتاح. كم مفتاح فيه؟ يا ولد عمود. وين البالون؟ يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. وين البالون الثاني زين؟ شو؟ مو في بالون شيء؟ بطل بطل. يلا يلا بطل بطل بس. وين الحين؟ شنو بقى فيه مفتاح؟ افتح لك افتح لك افتح لك افتح لك. اوكي اوكي. ابحث عن مكان عالي في المنطقة ثاني اصعد واحصل على بطاقة. شو شو؟ رقم 8. حمود اصعد فوق 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 فوق. حمود ارفع من ارفع من صندوق. 10 ناقص 2 لوح لوح لوح. وين؟ 10 ناقص 2 10 ناقص 2 لوح 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 لوح. اكو اكو اصعد 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 اصعد. روح 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 حمود روح روح. بقول شيء بقول شيء. ويت ويت ويت. حطها حطها حطها. وين وين وين؟ روح روح اسرع حمود اسرع. سير 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 اسرع. يمين يمين يمين. اطلع 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 تحسن تحسن. روح حمود روح 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 روح. كفو روح. برا برا. يا سلام عليك. طبعا كل الالعاب كانت جميله لكن بالتحديد لعبه اللي هي القدره على التحمل ولعبه الكنز هما اجمل لعبتان موجودتين في المسابقه بشكل عام. وصلنا لاخر جوله وجوله البحث عن الكنز خلصناها بفوز صديقي واخوي ياسر وفريقه. طبعا احييكم صفقه جميله. هي كانت منافسه ولكن اخذت البالونين ما يصير لازم تكون والله تحتمل. والله شوف هاي الاشياء تستوي. انا نفس في الحلقه الماضيه استوي فيه نفس الشيء. وصلت قبلك اخذت البطاقه قبلي. اخذت بطاقه انا انت اخذت المفتاحين. طبعا الخساره بعد ما كنا متجدمين احنا فايزين كنا خساره شويه في الجوله الاخيره صار شويه موضوع البالونات ان الفريق الثاني شل المفتاحين. بالنسبه للخساره انا احس ان السبب الرئيسي للخساره ان في جولة البالونات هم أخذوا مفتاحين وهذا لا يجوز. المفروض أن يأخذوا مفتاحهم اللي بلونهم اللي هو اللون الأحمر لكن هم خذوا. إحنا قاعدنا ندور على المفتاح مانا ثلاث ساعات ياسين ندور يمين يسار ما حصلنا البالون. كان أعتقد آخر سؤال اللي فيه المفتاح اللي راح نحصل فيه الكنز أو الورقة اللي فيها الكنز. السؤال كان أعتقد يوجد بالونات بداخل المفتاح فشفنا البالونين ما كان محدد أحمر أو أزرق فأخذنا الاثنين. فبعد ذلك اكتشفنا ان هذا المفتاح لفريقنا والمفتاح ذا للفريق الاخر لكن نحن مشينا على الورقه وما كان في محدد. لو كان محدد نعترف ان اخطانا لكن لم يكن محدد وتوفقنا فيها وهذا بفضل من الله سبحانه وتعالى. يا اخي اشتقنا للجوكر والله. انا بعد اشتقت له يا اخي. يعني حلقتين جوكر حلقتين بدون جوكر 4-0 4-0 يعني لين الحين تعادل قوي. الله يستر. بس ان شاء الله اليوم انا بتغلب. طبعا مثل ما تعرفون يا شباب هذه الحلقه او هذه الجوله فاصله. اول ما نسالكم سؤال أسرع فريق يجاوب هو اللي يحصل على نقاط. هذا السؤال لازم تجاوب على سؤالين صح من أصل ثلاثة عشان تأخذ الجوكر. في حال وصلنا الاختيارات بعد ما تسمعون الاختيارات كاملة تجاوبون. واللي جاوب قبل ما تخلص الاختيارات ما نسمع منه خلاص راحت عليك لين ما تخلص ثالث خيار. هذا إذا وصلنا الخيارات. إذا خلني أنا ببدأ. روح. تم تحديث الجدول الدوري الكيميائي عام 2009 فكم عدد العناصر الذي يحويه الجدول الدوري الكيميائي؟ 117. ها صح ولا غلط؟ إجابة صحيحة. أبغيك في الكيمياء أنا. دور لي واحد ثاني. السؤال عندي الحين. السؤال يقول تم إصدار أول طابع بريدي في إنجلترا عام 1840 وهو يحمل صورة من؟ أول طابع بريدي في إنجلترا كان يحمل صورة. أعطيكم خيارات؟ ما في أمل؟ أوكي رجاء ما حد يجاوب إلا بعد ما تسمعون آخر خيار. أوكي. خريطة بريطانيا العظمى، برج بيج بن، أو الملكة فيكتوريا. ملكة فيكتوريا صح. برافو. كفو كفو كفو. أعتقد أن جاوبنا على سؤالين خلاص ما في داعي للسؤال الثالث ولا شو رأيك يا فارس؟ مبروك فريق تلفزيون الشارجة يستاهلون. برافو برافو. يعطيكم العافيه ما قصرتوا بعد انتم. زين وصلنا للدرع تستاهلونه.
يعني انا ودي والله انك تفوز بس ما يستوي، اخر الحلقه لازم فايز واحد. خلاص اعطونا الدرع، نبغى البطاقات. يلا بطاقاتكم. بطاقه ثالثه. بطاقه ثالثه. اوكي تفضل خذ من عندنا، شوف من عندنا فريقنا بيعطيك بطاقه ولا تزعل. تفضل يلا مو مشكله عاد تشاركونا الفوز. ها بحط لك بطاقه من عندي بعد ثانيه بعد عشان لا تقول. ها وفي النهاية الجميع فايزين يا فارس صح؟ الجميع فايز. الجميع فايز. نحن واخواننا موظفي بلدية الشارقة نظل يعني في قارب واحد اللي هو مصلحة إمارة الشارقة بكل تأكيد. الله الله كم عليك. يا سلام يا سلام يستاهل صوته. يستاهلون يا شباب هذا الدرع. يستاهلون صفقة شباب. طبعا صفقة. كنز في الشارقة. طبعا اجمل ما في الدرع الهويه الجديده لهيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون والشعار الجديد. الف توفيق لكم في الهيئه وتستاهلون كل خير. نحن بس حابين وانتم بعد تستاهلون كل التوفيق. بلديه مدينه الشارقه بلديه الشارقه توفيق تستاهلون. انا بكرمهم وكان تحدي جميل يعني. تبغى ميداليه فارس ولا مليت الميداليات؟ خلاص انا كرمتك المره الماضيه يعني. كل حلقه تاخذ ميداليه. لا الحلقه الماضيه انت ما اخذت. لا يا شباب ونشوفكم ان شاء الله في مناسبات افضل ان شاء الله. نتمنى الفريق يكمل المسيره ان شاء الله. قدام ياسر موجود ما يحتاج. هذه لك يا فارس. ولا تستاهل فارس تستاهل. حبيب حبيب. شكرا 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 شكرا. اول شيء اشكر جميع الطاقم اللي اشتغل على هذا البرنامج، صراحه برنامج حلو وخلانا نتعرف على ناس ثانيين من هيئات ثانيه، وهذا اهم شيء عندنا كان نتعرف عليهم. البطوله تخلص اما الصداقه ما تخلص. بالاخير اتمنى ان الحلقه نالت اعجاب المشاهدين. شكرا لكم، شكرا للفريق اللي عمل على هذا البرنامج، شكرا لبلديه مدينه الشارقه، موظفي بلديه الشارقه. في الاخير بتوفيق من الله سبحانه وتعالى هذا الدرع، ونهدي لفريقنا اللي موجودين واللي طلعوا من الفريق وانسحبوا بسبب قوانين اللعبه، ولكل موظفي هيئه الشارقه للاذاعه والتلفزيون هذه هديه بسيطه على الشعار الجديد والهويه الجديده. والله الصراحه احنا شدينا حيلنا والفريق كان قوي يعني، بس الحظ ما حالفنا ان احنا نشد حيلنا في النهايه. طبعا اول شيء اشكركم على البرنامج الجميل هذا، كل القائمين عليه، واشكر فريقي طبعا، واشكر القائد مالنا راشد وفارس ما قصروا معانا. طبعا هذا الانتصار هو كان بالنسبه لي تقدم على فارس، الحين انا فايز ثلاث حلقات وهو في حلقتين، هذا شيء مريح. راح ادخل على الحلقه السادسه وانا مرتاح ومطمن، فحظ اوفر ان شاء الله لفريق فارس. هو يتخيل اني انا ساعدت فريقي، لكن كل حلقه لها ظروفها يعني. في النهايه هو فاز الحلقه الماضيه لسبب ما وخسر في هذه الحلقه لسبب ما. الله يوفقنا جميع والكل فايزين اكيد. كانت منافسه رائعه وجميله، التحدي كان حلو واستانسنا وياكم. نتمنى ان يوم تتاهلون ما تخسرون في التصفيات، لان في التصفيات اكيد بتلعبون بس لا تكون ضدنا لان وايد وايد تنحازنا. لا لا انا ما احس تكونون وياها. لا لا يعني ما يكون ضدنا بهذه الطريقه. لا 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 انا ما اطلع علينا من بدايه المسابقه. انا العب مع فريقي يعني لازم اساعد فريقي. لا بس لازم يكون لعبك نظيف. لعبي نظيف الحمد لله. والله والكاميرا تشهد. زين وصلنا لنهايه الحلقه. طبعا كانت تجربه رائعه في هذا المكان واستانسنا بصراحه ويا الفريقين، والمنافسه كانت شديده. نحن من زمان ما وصلنا للجوكر، وصلنا له وفزنا في الجوكر الحمد لله رب العالمين. فارس شو حاب تقول في نهايه الحلقه؟ حاب اقول ان كانت حلقه جميله، انا استانست وان شاء الله هذه اخر فوز لك بيكون. بس الحين 3-2 تراني انا فايز في المجمل العام للحلقه. المجمل العام خله عندك، انا في النهايه اهم شيء عندي النهاية. انت تري النهاية. ايه الله يقويك. الله يقوينا. الله يقويك. وصلنا واياكم الى نهايه هذه الحلقه مشاهدينا الكرام، تفاعلوا معنا على وسم كنز في الشارقه، وكلمونا اكثر عن رايكم في الحلقات، الفرق اللي كنتوا تشجعونها، وشو رايكم في كل حلقه من حلقات كنز في الشارقه. تقبلوا تحياتي اخوكم ياسر بن محمد وفارس الخالدي. الله يسلمك تستاهلون تحياتي.